شكرا لك مايا. للسلام العام وطرقات الشوارع الجبلية العتمة مبادرة من بي بي دي او وبالشراكة مع يوكوهاما وروتس فور لايف. إضاءة الشوارع بالسولار بانلز مبادرة لسلامة شبابنا من حوادث السير. وعقبال أوتوستردات لبنان اللي بتوصل جنوبه بعاصمته وشماله بعاصمته. خلينا نشوف هالروبورتاج سوا. هيدا وادي الجماجم، يعني وادي الموت، يعني اللي تسبب بمقتل آلاف الضحايا. 50 سنة ما نعمل شيء لتجنيب السائقين الموت المحتم. كل شهر 10 بجي لهون على هذا الكوع بضوي شمعة برجع بستذكر اللي صار معي. كيف بدك تأمن على حدا طالما طرقاتنا بعدها كلها معتمة ما في كهرباء؟ هيدا المزار هو آخر نفس لإله، لأنه ما في أوجع ووجع أكثر من إنه بي يدفن ابنه. نهاية الحياة على الأرض لكل العائلة. إنه المزار هو محاج، وكل ما تمروا على الطريق واذا شفته بتصلب ايدك على وجهك وبيدوي لك طريقك تتمشي. تأسست روز فور لايف بال 2011 بعد ما توفى ابني طلال من وراء تهور سائق خسر لي ابني. هالمبادره باضاءه المزارات بالطاقه الشمسيه على الطرقات الجبليه والخطره والمعتمه فيها تخفف من الموت على الطرقات. بس هيدا الضوء اللي عم نحطه اليوم على المزار، انا بالنسبه لي هيدي ايد ربنا على هالارض. بس امرق بوادي الجماجم المظلم وشوف هيدي اللمبه راح اتذكر انه في اشخاص بعدها بتعمل خير. بس تضوي مزار اول شيء عم بتضوي على الناس عم بيسوقوا يعرفوا انه هون كان في حاله حتى هن ما يمرقوا فيها. ايماننا كبير والعذراء بتحمي، بس نور صغير فوق المزارات بتحول الطرقات من طرقات موت لطرقات للحياه.